قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتقديم واجب العزاء إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله كما قدم صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين تعازيه ومواساته إلى أصحاب السمو أشقاء وإنجال الفقيد، وإلى أسرة آل نهيان وإلى الشعب الإماراتي الشقيق، داعيا معاليه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة آل نهيان الكرام جميل الصبر وحسن العزاء. واكد صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين ان الامتين العربيه والاسلاميه فقدت برحيل صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان قائدا عظيما كرس حياته في خدمه شعبه والامتين العربيه والاسلاميه مشيدا معاليه بمناقب الفقيد وما حققه لدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه في عهده الميمون من تقدم ونمو وازدهار. هذا وقد رافق معاليه في تقديم واجب العزاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين